شو تسوين هنا يا ليلى؟ هيا بلعب الزهور ترى ابو سابرنا هبتوي حقه. والله وش يبي؟ شوف شوف الزهور يا متابعين هذه، تعال تعالي طلعها نطلعها برا، جيبيها 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 يا ليلى، جيبيها الله يهديك. وش يا ليلى؟ وشو عيد ميلاد ابو سلندر مان؟ ايه وشو كم دخله 50؟ ايه بال 50 عشان عندي كيك انا بجيب لالي. والله شوف شوفوا كيف كيف ليلى بتحطه يوم ميلاد له. ايه الحين هنا ايوه، لا جيبيه 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 عند القطاوه، ترى هو يحب القطاوه يا ليلى. الله يهديك. وشوفي لازم نشوفها مويه القطاوه واكلهم. طيب اكلهم عظم، ترى عظم لازم نجيب لهم اكل. طيب مو كتب العظم كله تحبه؟ اه والله هذه موكي ما عندها ماء، والله ما عندها ماء يا متابعين. هذا هم 1 2 3 4 5 والله خمسه هنا. ايوه ايوه والله ما شاء الله. بعد لازم ننظف المكان يا ليلى، روح اجيب الكيك. كافو يا ليلى يلا. والله ما شاء الله ليلى وش جايبه انت؟ شوفوا الكيكه والله، بس هذه يا ليلى. شوف 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 شوفوا ليلى ماكله منها. والله بيزعل ابو سلندر مان، ترى هو عصبي ما راح يزعل. خلاص الحين نشوفها لازم الحين. طيب لو تاكلها موكي، تاكلها موكي. طيب والله صح متغطي يعني لازم لا يا ويلك والله ابو سلندر مان راح يزعل منك يا ليلى. لا لا شوفي ما ليلى والله بتاكل. لا لا المفروض ما ما تضربينها يا ليلى، مفروض وين حطها؟ شوف فتحنا الباب، والله مفتوح الباب منك يا متابعين. ونسكر الباب لين يجي ليلى. انت من اليوم ماسكه الهديه يا ليلى. الهديه والله شوف احب تحطها في المجلس. لا 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 تحطينها، ترى المجلس كتمه يا ليلى. والله كتمه يا متابعين المجلس. هو طافي الكهرباء شغلناها. لا طافيه اللمبات يا ليلى. طيب الحين وش بنسوي؟ شوفوا الكيكه يا متابعين هذه من اي شريتها يا ليلى؟ انا شريت مدري، هذا سر. طيب وش رايك نطلع برا نحط طاوله هناك؟ يلا يلا لا تكلين منه. والله ليلى تاكل من هديه حقته. ليلى والله والله راح يزعل يا ليلى، راح يزعل. شوف شوف بعد والله ما اذوق. لا لين يجي اصبري يا ليلى اصبري. انت والله شايله الكيكه، والله متحمسه ليلى تقول بفاجئك وبفاجئك بالورد اللي حطته هناك. والله يا ليلى والله طق الباب. اصبري اصبري ليلى ليلى تخبي تخبي هنا تخبي هنا. الحمد لله والله لا 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 هنا ورا الجدار يا ليلى. ايوه الحين ان شاء الله ما سمعنا يا رب. الحين بنفتح والله يطق الجرس. خلاص خلاص والله كسر الجر. خلاص اي اي خلاص خلاص وتنامك. والله بس بيطق الجرس. سكر سكر باب سكر باب. يكح والله يكح. يلا يلا تعال تعال احنا مسوي لك تبغاك القطوة. تعال تعال والله والله شيب يوم مر بالخمسين سنة. والله شيب يوم تبع. اصبر اصبر ليلى ليلى من فاجئتك بهدية. تعال تعال تقدم تقدم تقدم. لا هنا 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 تقدم. والله شيب يوم متابعين. خلاص راح والله بعد حتى سوت لك هدية. الله ينقز من فرحة، شكله ما حد عنده. والله ما حد عنده، ما عنده اهل ولا شيء. والله ليلى شوفوا هديتها ما شاء الله عاد قليله بس استانس. والله فرح مع انها قليله بس كيكه. والله فرح. امسك امسك قطعها 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 كلها قطعها. يقول انقلعه. والله يا هو بجيح. تعال 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 بياكلها الحاله. والله شكله فرحان عن عشان كيكه ما يعرف انه مر بالخمسين. هي هي انت من داخل. والله شوفهم شوفهم ترى مو بس هذه الهديه. اصبر عندك ورد هنا جايبينها لك. والله ليلى والله زعلت اخذ هذه. والله ليلى بعد ما فرحانه بعد. تعال تعال لا قطع كيك قطعها. يلا يلا ما اعرف ها والله ليلى خلاص لا تكون. والله قصوا لو فكر شوف شوفوا قص الكيكه عيب عليك. شوفوا راسه بعد والله شكله ما يشوفه وهو يقص. تعال تعال قومي 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 خلاص فك جب جب الكيكه جب. والله الكيكه صارت له. ليلى خذي الكيكه. والله تهاوش تهاوشوا بعد بعد بعد. والله ما يبغانا ناكل بعد في الكيكه. شوف 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 كيف قصة. والله ما يفهم. جيب الكيكة جيب الكيكة. هيا خلاص خلاص عطها عطها. جيب 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 الكيكة جيب الكيكة. جيبها خذي خذي الكيكة. والله قصة تشوفين قلت لك لا تفاجئينا فاجئي ماما. حطه هنا في الأرض. قال والله بزعل. تعال 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 لا تروح. لا تعال تعال لازم تراضي ليلى. أنت زعلت ليلى لازم تراضي ليلى. أنت زعلت ليلى راضها راضها. يلا يلا راضي تراضيها أنت. إيه تعال وشو أنت بتاكل؟ خلاص خلاص تاكل تاكل تاكل. ترى ليلى هو يوم ميلاده يعني ما شاء الله 50 سنه ما شاء الله تبارك الله. ما جبت لك
صحن. جيب لك صحن يلا. والله منين يجيب له صحن من البيت المهجور؟ خلاص يا ليلى راح. وشو تقول تعال تعال تعال. وين بتروحين يا ليلى؟ بتجلسين هنا؟ هنا واقطع الكيك. والله بتقطع الكيكة هنا ما شاء الله عليها. شوف كيف تقطع الكيكة وهذا واقف والله بيسرقها. لا جيبنا لا جيبنا يا ليلى ما يحتاج. اعطيه في يدي اعطيه في يدي. والله شوف يقول ماني جايب صحن اعطيني في يدي. اعوذ بالله. يقول بسرعة اعطيني في يدي يا ليلى. هذا ما يعرف الكيكة والله. تقول جيب لك صحن. قصتها ليلى والله ما شاء الله عليك يا ليلى. يلا كلها جعلها بالعافية. هذه ذيك الهدية خلاص ما حد يبغاها. والله الحين بتقصين هذه لمين؟ لك ولا الماما؟ الماما خلاص بكيفك يا ليلى. خلاص هذه صارت كيكتك. ما صارت كيكة ابو سندرمان يا ليلى. ما صار. يقول كفو والله يحبها شكلها. يقول ما شاء الله ويزنها كيكة. شكله أول مرة يجرب كيكة يا ليلى صح؟ شكله أول مرة يجرب كيكة ما شاء الله أول مرة. ها طيب الحين شو بنسوي فيه؟ خلاص اسمع احنا فاجئناك ولازم تفاجئ ليلى. يقول امسكي يا ليلى. يقول خلاص ما ابغى الكيكه هذه خلاص. لا حوست ملابس ليلى الجديده. تعال 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 تعال. وين رايح؟ بيرجع يا ليلى بيرجع. الله يهديك يا ليلى. ها شوف الكيكه طاحت على ملابس ليلى. والله طاحت والله. زعلت ليلى تقول يا ليتني ما اعطيتها هديه. خلاص يا ليلى ما عاد تسوي. ما توسخت؟ الا توسخت. شكله طرش والله شكل. والله شوفوا يا متابعين. يا حرام والله شكله ما عمره جرب شعر عشان. لا بعدي. لا يا ليلى لا تضربيني ترى شاي بالحين. انا حط لهتكم علامك. وشو؟ وشو؟ علاج. إيه؟ ليش تعطيني علاج وتعبان يا ليلى؟ ترى في قلبه يوجع يا ليلى. بعدين خلاص بعدين يروح القبر يا ليلى. بدين يموت بسبب العلاج هذا. وشو؟ حطيت وشو؟ وش حطيت؟ حطيت علاج. ايوه كيك وفانيليا وقشطة اتوقع. قشطة. خلاص اسكت تقول خلي ليلى انا مسويها معها. طيب لا انت مو مسوي. الا يا نصاب انا اعطيتك الاغراض. ايوه حطيت لنجوم. لنجوم؟ وشو ذا؟ والله شكل علاج ابو سلندرمان. خلاص راح مستشفى. شوف علمك. وشو؟ والله شوف بكى. صورة. والله بكى ابو سلندرمان الله يعينه. صورة يا خبل. صورة. تقول يا خبل خلاص يا خبل. حطيت له صورة وجهها. ما شاء الله. ما شاء الله. والله كفو يا ليلى. خلاص ابعد عنها. هذا بيروح شكله خلاص. ايوه حطيت لك صورة بنتك. حطيت لك صورة امك. حطيت لك صورة. تكذب. يقول تكذب. لا. ايوه يقول امك. يقول امي. وشو علام امك؟ الله يرحمها. يقول ماتت. خلاص بعدي انا ان شاء الله شكله بقى. افتح الباب. طيب فتحت الباب. مع السلامة. يلا مع السلامة. يرقص ها مستانس. يلا مع السلامة. والله راح. خلاص يا ليلى والله زعلتيك. يا حرام والله حرام يا ليلى. مفروض بكرة تدري وش نجيب له؟ نجيب له هدية صدق. طيب انت جايبة كيكة من البقالة تقول يلا بخلي ابو سلندرمان بسوي له عيد ميلاد. وانت يا ليلى ما سويتي اي عيد ميلاد. الله يهديك. هاي ليلى الله يهداك. طيب خلاص الحين تدري وش بتسوين؟ الحين نرجع وننظف الكيكه هذه. تعالي خلينا ننظف. تعالي تدري يلا خلينا ننظف ونشيل الزهور ذيك. والله ما اخذ الزهور. ما وشوف شوف يا هذه الكيكه. والله هذا مي وشو؟ والله شوف وشو هذا؟ توسخ. والله توسخ. تعلمين ماما عليه؟ ها والله توسخ ابو سلندرمان. عادي ممكن ما يشوف. ترى ابو سلندرمان صار كبير في السن ولا يشوف يا ليلى. اكبر منك تدرين بكم سنه؟ حط علمكم. عباي عندي عيونه. والله ترى اكبر منك ب 44 سنه يا ليلى. تخيلي. تغسلها بالغسالة. والله شكله بتغسلها وبتتعب منك يا ليلى. عندي ملابس كثيرة يا ميمي. انت ما عندك. وش هذا؟ مين ميمي؟ ميمي طحت يا ليلى. والله حط سكوتر هنا.